السلام عليكم أساتذتي الأعزاء، في هذه المحاضرة سوف نحاول أن نتعلم كيفية كتابة جروب كامل من Multi Answer Question اللي هي الأجوبة المتعددة. كما تعلمنا سابقا يجب أن نبدأ الصفحة مالتنا بالأوفيس وورد بكلمة جروب، ومن ثم Enter 1 دوت ومن ثم Space بمقدار فراغ 1. الآن سوف نحاول أن نبدأ بجلب الأسئلة، وذلك لكي نضع في هذا الجروب لنفرض 30 40 50 سؤال، لأن هذا الجروب راح يكون خاص فقط بالمالتي أنسر كويستشن. أوكي، نأخذ السؤال الأول، نفرض هذا هو السؤال الأول، كوبي، ومن ثم ها هنا، أوكي، ومن ثم إنتر. الآن سوف نتعلم كيفية وضع الإجابة الصحيحة والخاطئة. هنا تختلف عن true false، تختلف عن multi choice question الصيغة. شلون نسويها؟ نذهب إلى هذا القوس، ومن طبعا أول شيء خلينا بس نعرفكم، إذا هذا القوس ومن ثم space بمقدار واحد ومن ثم وضعنا يعني إغلاق للقوس، معناته أنه الإجابة خاطئة. أما إذا بدأنا بقوس هذا الكبير ومن ثم شيفت ووضعنا في داخله هذا الستار وضغطنا على إغلاق للقوس، فمعناته أنه الإجابة صحيحة. أرجو أن يكون هذا واضحا. أوكي، راح نبدي هسه نجلب الإجابات ونحدد أيهما الصح وأيهما الخطأ. فراح هسه احنا فتحنا القوس الكبير، أنا حسب هذا السؤال وهاي الأجوبة مالته، فبالتالي الإجابة الأولى خاطئة، فلهذا قوس الكبير ومن ثم space فراغ بمقدار واحد ومن ثم أغلق هذا القوس ومن ثم space بمقدار واحد وأضع أول إجابة. أوكي، هسه انتر، ننزل اللي جوا على مود نبدي نكتب الاجابه الثانيه، ايضا نفتح هذا القوس، بس بما انه الاجابه ها هنا صحيحه او يجب ان يختارها الطالب، فاذا شفت ومن ثم النجمه الموجوده فوق رقم 8 ومن ثم نغلق هذا القوس ومن ثم سبيس بمقدار وحده واحده، ناتي الان بالاجابه هذه تعتبر الاجابه الاولى الصحيحه. اوكي، ثم انتر حتى اكتب الاجابه الثانيه الصحيحه واللي متمثله بهاي. اوكي، نجي هسه نكتب مثل ما قلنا، اول شيء نفتح القوس، شيفت النجمه، اسد القوس، سبيس بمقدار وحده واحده ومن ثم كليك ايمن واضع الاجابه. هسه شو حسوي؟ اسوي السؤال الثاني من الجروب الخاص بالمالتي انسر كويستشن. اضغط ها هنا وراح اجي اكتب 2 دوت سبيس بمقدار وحده واحده ومن ثم اجي اخذ السؤال الثاني كوبي اخليه هنا. اوكي، ايضا انتر. شو راح اسوي؟ افتح القوس الكبير، أشوف الإجابة عندي شنو؟ أوكي، عندي صحيحة هاي الإجابة لهنا، فبالتالي إذا شو حسوي هنا؟ راح أخلي نجمة، ما أخلي فراغ، أخلي نجمة، إذا شفت والنجمة الموجودة فوق رقم 8 وراح أسد لهذا القوس ومن ثم سبيس مقدار وحدة واحدة وأجي أخلي الإجابة الصحيحة. الآن أيضا الإجابة الأخرى، لأن هذا مثل ما قلنا هذا هو عبارة عن أسئلة متعددة multi answer question، يعني بين قوسين يختار أكثر من إجابة واحدة، فراح أفتح قوس جديد ومن ثم أيضا مباشرة شيفت ومن ثم النجمة ومن ثم أغلق هذا القوس space بمقدار وحدة واحدة وأضع حسة هنا. أوكي، راح أخذ هاي بين إن أنا خليت، بما أنه أنا خليت نجمة فإذا نخلي الإجابة الصحيحة الثانية. اوكي، حنخليها وما راح يهم، لان هو اصلا بالمنصه حيسوي راندوم حتى يعني خلينا نقول الاختيارات بشكل الاختيارات، بس القصد احنا يعني
نفتح ايضا راس القوس بما انه هي اجابه خاطئه، فاذا سبيس بمقدار فراغ واحد، ومن ثم ايضا نغلق هذا القوس سبيس بمقدار فراغ واحد، ناتي باخذ باقي الاجابات، ناتي باخذ باقي الاجابات. اوكي، ايضا قوس سبيس مقدار واحد وحده واحده، نسد القوس، ومن ثم ايضا سبيس بمقدار واحد أو واحدة، ونخلي الإجابة الرابعة لهذا السؤال. ها هنا حددنا هذول هم الإجابتين الصحيحة وهذه إجابات خاطئة، حتى يتعرف البرنامج على الإجابة الصحيحة والإجابة الخاطئة. هسه نجي نكتب، خلينا نقول السؤال الثالث لنفرض من 40 سؤال. أيضا راح نجي ناخذ هذا سؤال، سوي له كوبي، نضعها هنا، انتر. خلينا نشوف، يعني اول اجابه هي خاطئه، اول اجابه هي خاطئه، فبالتالي راح اجي شو راح اسوي؟ راح اسوي قوس، قوس كبير، انطي سبيس بمقدار فراغ واحد، اسد القوس الكبير، انطي سبيس بمقدار واحد، واجي اكتب الاجابه الاولى. هسه ايضا الاجابه الثانيه وحسب ما دا اشوفها هي ايضا خاطئه، فاذا راح شرح اسوي؟ راح اجي هنا قوس كبير سبيس بمقدار وحده واحده، اسد القوس ومن ثم سبيس مقدار وحده واحده، وراح اخلي الـ يعني الاجابه الرابعه الـ يعني الاجابه الاخرى الثانيه هنا. هسه راح نشوف هنا انا شنو اللي عندي، انا اللي عندي اجابه صحيحه. اوكي، فاذا بهاي الحالة ايش راح يصير؟ بهاي الحالة حيصير انه افتح قوس كبير ومن ثم شفت مباشرة والنجمة، يعني ماكو اي فراغ، ومن ثم شفت ومن ثم اسف من دوس شفت بهذا القوس اسف، ومن ثم سبيس بمقدار وحدة واحدة، واخلي الاجابة الصحيحة. هسه الاجابة الصحيحة الثانية بالنسبة لهذا السؤال ايضا ايش راح اسوي؟ راح اجي افتح هذا القوس ومن ثم شفت والنجمة، أسد هذا القوس سبيس بمقدار وحدة واحدة، وش راح أسوي؟ أنزل الاختيار الرابع. هسه نجي نكتب السؤال الرابع أيضا، أربعة دوت ومن ثم سبيس بمقدار أوكي وحدة واحدة، ناخذ هذا السؤال، راح ناخذ هذا السؤال، راح نخليها هنا. اوكي اسف ما اخذه، اوكي. هسه اول اختيار احنا عندنا صحيح، اول اختيار عندنا صحيح، فراح اخذه، فبالتالي من اجي اكتب القوس شيفت ستار، ثم اسد هذا القوس سبيس مقدار وحدة واحدة، ومن ثم أكتب الإجابة الصحيحة الأولى. هسه الإجابة الثانية هي خاطئة، فبالتالي من أجي أسوي الإجابات حيكون فقط عبارة عن القوس، بعدين إيش راح أسوي؟ سبيس مقدار وحدة واحدة، ومن ثم أسد القوس، وبعدين سبيس مقدار وحدة واحدة. أوكي، مقدار وحدة واحدة، وش راح اخلي؟ راح اخلي الاجابة. هسه الاجابة الثانية اللي هي الصحيحة والاختيار الثالث بالنسبة للطالب هنا هي اجابة صحيحة، فبالتالي اذا ايش راح تكون؟ حتكون قوس كبير شيفت ومن ثم ستار ومن ثم اسد القوس ومن ثم سبيس مقدار وحدة واحدة، وايضا هسه اجي اخلي الاجابة. طبعا اساتذتي الاعزاء، اني اعرف يعني الشغله مرات من كل ساعه عيد سبيس وهاي شويه دوخ، بس اوكي وياي. انهينا خلينا نقول 30 او ال 40 او ال 20، شوفي انت ايش قد تخلي في كل جروب من الاسئله، لازم انهي بهذا الجمله اللي هو الاند ومن ثم اندرسكور بعدين جروب. هسه اجي اذا احفظ شو راح اقول له؟ فايل. ايضا راح اروح وين؟ سيف اس، راح نقول براوز، ومن ثم ننتظر قليلا. هنا بهذا الخانه راح اروح على شغله التي اكس تي، يعني احولها الى صيغه تي اكس تي، ومن ثم اقول سبيس، ننتظر قليلا.
راح تطلع النهاية الواجهة. شو راح اختار؟ حختار هنا الاذر، ومن ثم ابحث عن UTF-8. اوكي ها هي، نضغط عليها نقول له اوكي. مثل ما قلنا هسه شنو اللي ظهر؟ ظهر عندي على الديسكتوب، هي هاي ظهر عندي هذا على الديسكتوب. اجي هسه نروح مثل ما تعلمنا هنا اوكي، اسقطها ها هنا، ومن ثم حقول له انطاني هسه الحجم مالتها، حقول له اوكي بدأ التحميل. اروح طبعا وين ما نزلت، والمفروض مثل ما نعرف بالداونلود كم مضغوطة، ومن ثم كات حجيبها واخليها واحد جوا الثاني. ليش واحد جوا الثاني؟ حتى اثنيناتهم اسوي لهم اختيار اثنيناتهم اوكي، ومن ثم راح اقول لك كليك ايمن، ومن ثم اقول له اد تو اركيف مثل ما اتفقنا، ننتظر نحوله الى هذه الصيغه، ومن ثم راح اقول له اوكي وتحولت. هذا هسه الملف راح اني ارسله الى اللجنه الامتحانيه لغايه رفعه الى بنك الاسئله، او انت مثلا ان شاء الله من يبدي يعني من تبدي الصفوف الالكترونيه على المنصه راح ترفع بهاي الصيغه وتظهر لك، وراح نسوي فيديو كيفيه الرفع ان شاء الله قريبا. شكرا جزيلا لإصغائكم.